صباح الخير على حضراتكم جميعا بالنيابه عن نفسي وعن زمايلي اللي موجودين معايا النهارده واللي مش موجودين لانهم في معسكرات او بطولات حابه ان انا اشكر حضراتكم جميعا على دعمكم لينا المستمر انا جيانا فاروق لاعبه منتخب مصر الكاراتيه والحاصله على برونزيه اولمبياد طوكيو 2020 اسمحوا لي إن أنا استغل فرصة تواجدنا في ايفنت كبير وعالمي زي ده بتنظمه وزارتنا للشباب والرياضة إن أنا أشكر الشخص اللي كان ورانا دايما واللي ساعدنا إن احنا نوصل ونحقق كل اللي احنا حققناه سواء في البطولات العالمية أو الأولمبية الشخص ده هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. الحقيقة إن خلال السنين اللي فاتت سياده الرئيس والدولة ما استخسروش فينا أي إمكانيات أو مساعدات تساعدنا إن احنا نحقق حلمنا وإن احنا نجيب بطولات وإن احنا نرفع اسم مصر عالي ما بين الدول. وإحنا بنوعدكم إن احنا هنفضل مكملين في تدريباتنا وإن احنا بإذن الله هنفضل محافظين على مستوى مصر وإسم مصر عالي ما بين الدول بإذن الله. صباح الخير. انا شريف أسمون، لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي اربع ميداليات اولمبيه ثلاثه ذهب وواحده بس فضه بس انا عايز اقول انه النتيجه دي ابدا عمرها ما كانت هتحصل لو انا لوحدي دعم القياده السياسيه اولا جهود لا متناهيه من وزاره الشباب والرياضه في المقام الثاني أ... الل... عايز اشكر كمان اللجنه البارالمبيه المصريه على الدعم الدائم أنا جايب لكم رسالة من كل لاعب باراليمبي كان نفسه يكون موجود معانا النهارده وما حلفوش الحظ. إحنا بجد بنشكركم على اهتمامكم وعلى دعمكم وتشجيعكم لينا. وبنوعدكم إننا دايماً هنتدرب وهنشتغل على نفسنا وهنتدرب أكتر علشان نحقق بطولات أكتر وأكتر ونكسر رقمنا ونرفع اسم مصر وسط العالم كله. بس إذا كان في إذا كنا إحنا حققنا أرقام وبطولات في الرياضة ففي شخص حقق بطولات أكتر مننا وكسر أرقام تانية كتير. علشان خاطر مصر وكل هدفه انه يشوف مصر قد الدنيا اللي يستحق التكريم مننا النهارده وبجد وبنقول له كمل اكسر رقمك هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي